مساء الخير. بس حاب أقول إنه نحن اشتغلنا سوا بهالسنتر بيس بخلال تقريبا 12 سيشن بس. والأول مرة الأشخاص اللي رح تشوفون هلا هن رح يكونوا عم يطلعوا وعم بيمثلوا. لذلك بدي أتمنى على الجميع إذا فينا نعطيهم هدوء خلال هن يكونوا عم يشتغلوا. وبدي أتمنى إذا في تصوير يكون ما في فلاش، والأضوية كمان بليز ورا يكونوا مطفيين بس يبقوا هون، والتليفونات بليز سايلنت. اوكي، بتمنى لكم انه تستمتعوا بالعرض ونحكي مع بعض. يا مدام خلاص ما بتوتر هيك انا يا اختي. كل ما بتصير هون خلاص ما توشتينا. خلاص بقى مشان تفكر وقت خلع اعصابي تعبانه. شو يا بكره هي اللي حتطلع حدود لكل فكره وكل كلمه وكل احساس.
المصيبة بدنيتنا إنه ما عرفنا ثمن إنه عقلنا يكون حر. أنا حر حط قوانيني الخاصة ومشاعري الخاصة وأحاسيسي الخاصة بعيد عن أي شيء اسمه مجتمع أو عادات وتقاليد. لأن ما وصلتنا إلا للكآبة وتقل الروح وأمراض نفسية. ليش ما فينا نعمل شيء تلقائيا من الإحساس؟ بكل صدق المشاعر الإنسانية اللي خلتنا نكون بشر. دايما لازم يكون في سؤال ليش؟ ليش عم تعمل هيك؟ ليه عم بتفكر هيك؟ ليه عم بتحس هيك؟ يا ريت كان السبب انه لمجرد حسيت لازم اعمل هيك. ليش عم اقول هالحكي؟ لاني حاسس بدي اقول. يا اخوي اخذت ايه الاحساس؟ قديك مرمي هنا زينا كلنا. وانت مالك يا حبيبتي متنية علينا كده ليه زي واحدة في الشمس اللي زي في ايه؟ ايه يا جاي مش خوزي اللي زي شريك وانت جاي بتعمل ايه عندنا؟ انا جوز انا بنت مأملة كل شي كان دايما ينقال لها قول الحمد لله غيرك بيتمنى يكون مع حد هاي اوكي مش حاسة؟ لك أنا إذا كنت مضايقة معصبة زعلانة ما لاقي حدا حسمعه بالأمان وقال لي إني متزوجة. كان دايماً ينقال لي مالش؟ بتهون؟ عادي سهلة بس أنت عبدالقلب أركانوا مفكرين عم بيساعدوني عم بخفف عني بس ما عرفوا إنه كانوا عم بيوتروني لأن مني مقبولة وعم بلاقي حالي كأنه ممنوع تطلع أي فكرة أو أي إحساس تنزع صورة البنت القوية صرت أنا أكوت مشاعري خبيها بأهل مني حتى لو كانت بيتنا بس كل هذا كان كرمال شو؟ كرمال حكم المجتمع؟ يلي حكم يلي بعيش مشاعر الزعل يعني كئيب وضعيف والخوف يعني شباب والتعصيب بلا أخلاق وكل هول عملهم هن مشاعر بس نسينا انه هيدول هن مشاعر انسانية طبيعي نطلع فيها بس اللي كان بدي شغلة واحدة بس هي اني افهم انحس او حتى كانت فيها تكون كلمة صغيرة مثل انا فهمتي وانا حدي انا يا ريت قال لي حدا انا حدي وانا شو بدي اقول لك قال لك ما كان حدا والكل كان واقف ضدي اشتغلوا فيي وقالوا عني بتخيلوا مجنون كانوا دائما بيتدخلوا بحياتي وخصوصياتي ويقولوا عني دائما انه بتخيل بس بعضهم ما بيعرفوا مين زياد مين زياد انا اللي بشتغل فيي بخرب له بيته وحياته ما خلوني كون عايش بحياتي مبسوط من وراهم رجعت للصفر، صرت بلا شغل، بلا مصاري، بلا اهل، بلا بيت. بس خلص مش قادر اتحمل الوضع اكثر من هيك. من وراهم صرت من الصفر. من وراهم وصلوني لحالي، بس لا انا مش زياد اللي بيعرفوه من قبل. انا صرت هلا خير كليا عن قبل. انا هلا بايد السلطه ورجعت رح انتقم. رح انتقم من كل الناس اللي اشتغلوا فيي. ضحكوا علي وخلوني ضحكوا ما ضحكوا علي كل شي بضحك بس تحكيلك بضحك كتير
جناح جوزة. ما بدها لا تروقيها. ما تخرب بيتي بايدي، خليك هيك كرمال ولادي. يا ريتني قلت لا، لأنه الوجع بجوا أكبر بكثير. والنبي يا أختي ما حدش حاسس بيك إلا وما حدش حيفهمك قدي. أصل الراجل بالشريحة دي يا حبيبتي يفضل يقول لك إيه تفضلي تحت جناح الراجل. لا والأنيل بقى لما يقول لك ضل راجل ولا ضل حيطة. يا أخويا أنا مش عاوزة لا جناح ولا ضل، أنا عاوزة أبقى ست. ست تقول آه تقول لا بكيفي، محدش له عندي حاجة. أنا بقى قوية قادرة فجرة ضعيفة ده بكيفي ومحدش يقدر يقول لي حاجة. بس أقول لك إيه يا حبيبتي؟ ذنبي إني قلت آه وذنبي إني قلت لأ. خلينا نبطل مرميين هنا مش عاملين حاجة. خلص خلص خلص. انتو كلو يضرب انا؟ انا؟ كل يوم ياكل اكلي. اكلي الصبح، واكلي الظهر، واكلي قبل ما ينام. لا 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 لا. وراني تهرب من ظلم مستر. لحد ما كمشت البوليس لقيت حالي هون. انا بس كان بدي محل احس فيه بالامان. مثلي، مثلكم انتو كلكم. بدك وحدة يطب عليك. طب طب يا حبيبتي طب. انت يقول لي طب طب، انا يقول لي طب. انت يلبس عدلولو، انا البس ثياب شغل. انت ياكل كل يوم وقت طيب وقت بده، وانا ياكل وقت لكن، وايام ما ياكل. انت عايش في بلدي، وانا غريب هون. ما في صديق وما في عيب، بس تعرف كله غريب. مش في بلدي بس بأفكارك بأحاسيسك غريب. الغربة هي فكرة بالراس وشعور بالقلب، ممكن تحسه حتى وانت في بين العائلة والمجتمع والبلد اللي انت بتنتمي له. وانتو شو عم تشوفوا؟ شباب، صبايا، مجموعة غريب بنفصل بعض، أحلام مكسورة، كل حدا لحاله. شو عم تفكروا؟ شو بدهم؟ ليش بيعملوا هيك؟ شو عم بصير هون؟ بدهم شو بدهم؟ بدهم مساعدة؟ يلا تعال حدا يساعدنا. شو عم تحسوا؟ حزين؟ معصب؟ مشوش؟ مفاجئ؟ مبسوط؟ أنا بحس كله أكثر، وكلنا بنحس كله أكثر، عشان أنا هما، وهما أنا، وإحنا أنا. الإحساس بالحرية أقوى من أي وجع أو مرض. أكبر حبس هو عقلك. أما المشاعر غيرها بدون حكي. عيش هالحالة ماسكة برا غيرها. كوني قوية وقولي لا. الغربة هي فكرة بالراس. أوعي جمالات يالا أنت وهوبا. الست مننا بقى عاوزة تقول آه، عاوزة تقول لا بكيفها. زيها زي الراجل. من حقها تقول اه وتقول لا من حد من غير ما حد يحاسبها ولا يحكم عليها.